واضحة وصريحة. دامش ترى الساطور معناته بيضرب ضربة الليلة. بسأل سؤال، احنا ايش قاعدين نسوي هنا؟ نروح نراقبه ونمسكه متلبس؟ لا، هو دايم يسوي جرياته بعد الساعة 12. الساعة 11 ونص الحين ما بقى شيء، وش نزين؟ اجل مشينا يا عيال، بس وشو؟ نلتزم بالخطة. معنا يا لمس بوند وانت عزوز معنا. لا انتوا روحوا، معكم الرحمن، انا همتي انتهى. هذا نظامك، خلك. يلا عيال مشينا. الو ايوا زكي كنبة اسمع، ابغاك تجيني ضروري. ها برسل لك لوكيشن، تعالي انت والعيال ضروري، امانة تعالوا. يلا سلام ولدي. وش السالفة؟ ايه وش ذا الحظ؟ شكل الحارة كلهم قفطوه. تأخرنا حنا، قلت لكم نطلع بدري، ما سمعتوا كلامي. مشينا يا عيال. وش السالفة يا حبيب؟ السفاح. ايه ادري مسكوه. لا، قتلوا المسكين سعدون. أم عاد من جدك؟ ايش عجل بمزح معك خويك انا. يا اخوان اصبروا، هذول هم اللي كانوا يراقبون سعدون، وأكيد هم اللي قتلوه. إيش بتسوي بالفلوس يا حسو يا حبيبي؟ الله يزكي كنبة، 5 مليون كتير. المليون الأولى أشتري بس سيارة لنفسي فيها، والمليون الثانية سوسو حبيبة قلبي وفؤادي، جارتنا في حالة يمن، أروح أتزوجها على سنة الله ورسوله. ولا شيء شيء، خلي رايح جاي. إنما باقي الفلوس أحطها في الأسهم، في العقار، حاجة زي كده. دائما متوقع كنت إنه الرسم هذا راح يفيدني. بس لا تنسى أصحابك يهو، دايم وجهك وجه خير علي وعلى أهلي يا حبيبي. أكيد ما تشوف مني إلا كل خير، أستنى بس أنت. سلم نفسك المجمع أثر. أعترف أنا اسمي عبد العزيز، بس أنا ما لي علاقة، ما لي علاقة بعامل والعصابة حقته، هم اللي يقعد يحلموا ويروح ولا حلم، أنا ما لي صلاح. أنا اللهم إني رسام بس أرسم، وحتى رسمي يعني مو قد كده، ما 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 أجيد الرسم. أنا أمشي قدامي حرر، أقسم بالله والله إني ما أعرف أرسم، بس أمي دائما تمدح رسمي وتقول لي رسمك حلو، كله من عامل أبو الأحلام. بس خلاص خلاص خلاص، أدخلت وياه. ايوه هذا هو، هذا هو ابو الاحلام. ما شاء الله عليك انت وياه، ماخذين دور الشرطه. ها والله ما قتلنا طال عمرك، عارفين انكم ما قتلتوه. طيب ليش ماسكيننا؟ تراقبون الناس وماخذين دور الشرطه بعد وتسال؟ بس انتوا قلتوا اللي يقبض عليه ياخذ 5 ملايين. قلنا اللي يدلي بمعلومات عنه، مو اللي يقبض عليه. اسفين طال عمرك، حنا تحمسنا شوي وهجت بنا، اعتبرنا مثل عيالك، غلطنا. لكن انا لك علي باللغه العربيه، وش معنى يدلي؟ يدلي يعني يعطي، يعني يزود معلومات. ما هو تقبضون عليه؟ اسمع انت وياه، لآخر مرة أقولكم
لا عاد اشوفكم في المكان ذا، فاهمين؟ ابشر طال عمرك، لو تبي نشد من الرياض كلها نروح للقصير، انت اومر بس. والحين نضف اغراضنا. قال احلام قال، يا شيخ سري لك باحلامك اللي ما تنفع، كنا بنروح غلطه بسببك انت. ايه لا تنفخ، لا تنفخ، ما حد ضربك على ايدك انت وياه وقال لكم تعالوا. انا الغلطان اساسا اللي اسمع كلامك، اصلا ما عمري شفت لك حلم يتحقق. حبيبي انت هو قايل لكم لا حد يسمع كلام الاهبل ده، ما صدقتوني. احترم نفسك ولا تقول اهبل، ها؟ عض على شحم. حبيبي انت اللي عض على شحم. مد يدك، مد يدك هنا. صلي على النبي انت وياه يا عيال، ايش فيكم؟ لا تنسون ترى قربنا من الهدف. اي هدف يا ابو هدف؟ خلاص لا تكثر كلام، فلوس الاجار بنعطيك اياها. عامل ترى السالفه مو سالفه تجاره. الصوره ذي صوره السفاح. انا عارف واحد ثاني يشبه المرحوم. هذا مجرم وخريج سجون يا عيال. ولكن اليوم بنجيب. حبيبي انت كمان حالم ولا ايش هرجتك؟ لا يا عيال مو حلم، حقيقه ذي. بس اصبروا علي ليله واحده بس، لا تنسوا الخمسه ملايين. طيب انا بجلس بس البزر ده ما ابغاه هنا. يا ليل الليل، انت الظاهر تبي كف ثاني ولا وشو؟ ها عامل خلاص انت تمشي، بتنام عندي اليوم. امشي. تفضل يا حبيبي، تفضل ارتاح. بيت بيتك ها؟ أي شيء تبيه أنا تحت أمرك، لا تستحي. شكراً حبيبي مرزوق، يعطيك العافية. نوم العافية يا كبير. عافيك. يا خاصة ويا عقب ما ياخذ ولا ريال. لا 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 كذا عيب، الرجال رسم وتعب، وأنت وعدته، أعطيله حقه. وله ليله ياخذ. أجل يزمر على ود عمي. أنا مع العيال، أجل حنا اللي نتعب ونروح ونجي ويسحب علينا ويروح. وأنا في أين نصيبي؟ تونا ما استلمنا شيء، خلاص نصيبك بيجيك، لا تشدها. مرزوق، مرزوق أبو بويا. عزوز، عزوز افتح، عزوز افتح.
افتح افتح يا سوس افتح فك الباب طبعاً أخوان بعد الاستعانة بالله ثم جهودي وقوتي وصرامتي وشجاعتي تم إلقاء القبض على السفاح الجائر في الأحياء. أخوان أنا من أول داري إنه مرزوق هو السفاح. أنا رحت لومت عنده متعمد يا أخوان عشان أقفطه. طبعاً أنتوا ما تدروا ما تدري سعادة المذيع لما مسكته إيواني وين تبكبك قاعد يتبكبك ما في إلا كف باليمين وارد تاني باليسار ركبه منه وركبه منه امسك لا تمسك قاعد تبكبك سعاده المذيع. المهم وادق على الحكومه اللي جاوا لبوا النداء وهلقوا القبض عليه. عزوز البطل يملك 5 ملايين ريال، ماذا سيفعل بها؟ راح اشتري لي عماره في المسفل عندنا في مكه واجرها للمعتمرين. شكرا للبطل عزوز. يلا سلموا لي. سوف نتابع ما تبقى من التغطية للقبض على سفاح مفروح. ياهو ياهو يا عزوز، طب احنا خويانك ايش لنا؟ حبيبي ما لكم الا ادفع لكم ايجار الاستراحة سنة كاملة. اما انت يا عامر راح اشغلك صبي عندي ثم الايجارات حقت مكة كيكم مكنكم.